في القضيه لطوى راح تكون عمارات تاع الار بريس يعني 20، راح تكون تاع العمارات تاع ار بريس 15. لهذا مشينا مع عده شركاء باش ننجز مصانع، يعني نقوم بالاستثمار وننجز مصانع للمصاعد باش تكون هناك يعني اون اندستري تاع لي زاسونسور في الجزائر. اون اندستري يعني نوصل انه يكون المصعد جزائري 100%. في عده يعني شركاء بدينا معهم في هذا الطرح، وهذا اللي راح يخلينا باش نقوم بانجاز عمارات ذات طوابق اكثر، يعني ار بلس 20 ار بلس 15. راح تكون ما تكونش كما في الاديال 3 في الطابق يكونوا هناك ربع يعني شقق، راح نمشي تكون 6 شقق، لانه علاج في المدن الكبرى فيه شح في العقار. هذا الشيء راح يخلينا يعني الاستعمال العقلاني للعقار في المدن الكبرى، انه نمشي يعني الاتجاه فر طوابق شويه عاليه يعني مرتفعه، ويكونوا 6 شقق في الطابق، يعني يكون يعني الهول كبير باش ما نمشيش في نفس الشيء اللي مشينا فيه في الاديال 2.